مرحبكم أصدقائي الأعزاء، أنا أصلا بحضركم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. النهاردة هناخد درس جديد ليز أرتيكل أختيتيف. إحنا درسنا المرة اللي فاتت، درسنا في المرات السابقة اللي حابب يطلع على ليز أرتيكل أن ديفيني أول حاجة، ليز أرتيكل ديفيني تاني حاجة، الجزء الثالث ليز أرتيكل بارتيتيف، ليز أرتيكل ليز أرتيكل بارتيتيف. وكلمة بارتيتيف يعني جزء، لو انا حاطط كده ايدي كده خبيت الجزء الثاني دي كده معناها بار اللي هو جزء. هنا ليز أرتيكل بارتيتيف ادوات التجزئه، جزء من الشيء. عندي اربع ادوات، عندي دو المفرد المذكر، دو المذكر امام اسم مذكر ماسكولان، دولا امام اسم مؤنث فيمينا، دو الا بصرف ماسكولان مذكر فيمينا او مؤنث، كومونسي مبدوء باغ اون فويل، واحنا عارفين الحروف المتحركه خدناها قبل كده اكثر من مره. دو كان اصلها ايه؟ كان اصلها دو زائد لو. طب احنا هنقول دو لو ولا احنا هنختصر؟ يبقى هنقول ايه؟ دو. هنقول ايه؟ دو. دو خصيصا للمذكر. مثال اكزامبل، جو مانج، خد بالك، جو مانج دو بان، جو مانج دو بان، انا اكل من الخبز. يبقى دو دي ادوات تجزئه مستخدمه خصيصا، توضع قبل الاشياء اللي احنا بناكلها او بنشربها. خبز، يبقى هاكل مثلا ايه، ممكن اكل رغيف واحد او رغيفين او ثلاث رغيفات، لكن مش هاكل كل العيش اللي هو المخبوز، هاكل جزء. جو مانج دو بان، اكل من الخبز او بعض الخبز. جو مانج دو بان، يبقى دو للمذكر والكلمه تتحفظ بالاداه بتاعتها دو بان. المثال الثاني، tu veux de la salade، tu veux de la salade. هنا بلاحظ جمله استفهاميه، بحط علامه الاستفهام واحط الايه النقطه تحت، اسمها بوان دانتيغوغاسيون، علامه الاستفهام. tu veux فيرب فالوار يريد، tu veux de la salade، انت هل انت تريد من السلطه، de la من السلطه، السلطه مؤنث تتحفظ الاداه بالاسم كده. المثال الثالث اكزامبل، il boive de l'eau، هم بيشربوا من الماء، جزء من الماء وليس كل الماء. il boive de l'eau، مبدأ حرف متحرك حطيت ابوستروف فوق، il boive de l'eau. مثال رابع، j'achète اشتري، بيبقى اشتي j'achète دي بونبون، اشتري حلوى. يبقى انا باخد مثلا اربع خمسه بونبوني اشتريه من البقاله، بس مش بشتري كل الحلوى الموجوده، يبقى جاشيت. ناخد بالنا من الكلام ده. في مثال بيقول لي رومارك، قبل ما اخش في الرومارك، عندي ادوات التجزئه بتيجي غالبا مع الافعال دي. مانجي معناه ياكل، فيرب بوار بواغ معناه يشرب، اشتي فيرب اشتي يشتري، فيرب متر بمعنى يضع او يلبس ثيابه، فيرب فولوار يريد، فيرب براندر معنى ياخذ او يتناول، ودي معاني كتير موجوده في القاموس. مثال هنا غمق بيقول ليز ارتيكل بارتيتيف ادوات التجزئه، نو سامبلوا با لا تستخدم، ليز ارتيكل بارتيتيف ادوات التجزئه نو سامبلوا با لا تستخدم avec les verbes مع الافعال اللي هي الجايه ديت، aimer معنى يحب، préféré معنى يفضل، détester معنى يكره، et adorer معنى يعبد او يعشق. الافعال دي فانا ايه لما اجي اتكلم عن حب للشيء بتكلم عنه بصفه عامه، اقول ايه جيم لي بونبون، يبقى انا بحب جيم، جو نيم با لو كافي، يبقى مش بستخدم ادوات التجزئه مع فيرب ايمي او بريفيري او ديتستي وهكذا. جو ديتست لي اريكو، انا ما بحبش انا اكره الفاصوليا، يبقى ما بستخدمش ادوات التجزئه مع الافعال دي، لان هي هقول جيم لو كافي بصفه عامه. شكرا لكم وشكرا على حسن استماعكم.